اللهم صل وسلم على المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا ارزقنا عزائم الحق، عزائم الصلوات والأذكار، عزائم الأوقات والجماعات والمساجد والصلوات. اللهم ارزقنا عزائم الخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا عزائم الخيرات. اللهم ارزقنا أبدانا مقواتا قوية على العبادة، قوامة صوامة ذاكرة شاكرة لأنعمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في قلوبنا كرم الأكرمين، نعوذ بك أن نكون من اللؤماء، نعوذ بك أن نكون من المجرمين، نعوذ بك أن نكون من الكافرين النعم الجاحدين الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. شرح صدورنا لذكرك ولشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا اللهم حب رسولك الكريم المصطفى سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات والتسليم. اللهم ارزقنا حبه وحب آله الأطهار. اللهم ارزقنا حب رسولك وحب أصحابه أجمعين وحب الصالحين من التابعين لهم إلى يوم القيامة بإحسان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين عندك في الآخرة على مقعد صدق عندك يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم ألحقنا بالمصطفى في جنتك العالية. اللهم وقد حرمتنا صحبته في الدنيا فلا تحرم صحبتنا، فلا تحرمنا صحبته في الآخرة. اجعلنا على الجنان في الجنان إلى جواره بجوارك يا أكرم مسؤول يا ذا العرش العظيم. سبحانك سبحانك يا من له الاسم الأعظم، يا من له أسرار الأسماء الحسنى، يا من له الأنوار كلها، أنت النور الذي لا نور سواك. سبحانك يا نور السماوات والأرض، أنير قلوبنا بالحق، بصرنا بالحق، اجعلنا على الحق من أهل الحق، اجعلنا برحمتك من أهلك وخاصتك. تقبل يا ربنا ضعفنا، تقبل يا ربنا فقرنا، تقبل يا ربنا فقرنا إليك. تجاوز عن تهاوننا وتكاسلنا وغموننا، تجاوز عن خطايانا، جئناك بخطايا، جئناك بقراب الأرض خطايا، فيا ربنا القنا بقرابها مغفرة ورحمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا من تغفر الذنوب جميعا، هلكنا ووقعنا وأخطأنا وأنت التواب الرحيم. أدخلنا برحمتك في رحمتك، أدخلنا في توبتك. يا من تتوب على من تاب، تب علينا لنتوب. يا من تتوب على من تاب، تب علينا لنتوب. يا من تتوب على من تاب، تب علينا لنتوب. وعرفنا بالحق وارزقنا عزيمة العمل به، ونعوذ بك أن نكون من الكافرين. اجعلنا اللهم من الشاكرين المرحومين المذكورين عندك بخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره نصرا يعزه ويرفعه. اللهم يا ربنا مكن له ولبلده بالأمن والسلام. اللهم يا ربنا وبارك في ولي عهده مولاي الحسن، وأنبته نباتا حسنا برحمتك، واجعله ربي من الصالحين المصلحين الراشدين المرشدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين ولأنعمك ذاكرين، وتقبلنا في الأولين مع الصالحين وفي الآخرين مع الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.